من مواقف الوفاء على مستوى القبيلة مثلا، إن في أحد شيوخ القبائل في الجنوب عندنا في منطقتنا راح يحج واخذ بنته تعزب له، بنته تعزب له تساعده في الطريق وتجهزه في الطريق وتساعده و... تعزب له في مكة، تطبخ له اي في طبخ الطريق. اي كل شيء. لما عاد عند أحد الأشراف في في لية، الأشراف كانوا اللي يحكمون حجاز، يحكمون الحجاز ويحكمون الحسين. الحسين كان هو المشرف، وكان ولده فيصل في سوريا، وولده غازي في العراق، ويرجعون له لكن برضه تحت حكم الأتراك، الدولة العثمانية. صحيح. الدولة العثمانية استعمرت الأمة العربية 400 سنة. الله الله. ولكن عندنا احنا نتميز سواء عن الأتراك وغيرهم بالشيمة والوفاء كعرب. صح. هم يقولون احنا بدو. بدو هي الأصالة. لماذا يرسلون أهل مكة، الحضر في مكة، سواء كانوا جايين من تركيا أو غيرها أو من أيضاً، لما يرسلون أولادهم زمان تعلمون في البداوة، يرسلون عشان يتعلمون الفصاحة والنظام، الفصاحة والنظام والشجاعة. والشجاعة. صحيح. فالعرب نشوا على هذه في الجزيرة العربية. فقال لي واحد أحد الأخوان عنده غيرة وكان ضابط في الدولة، يعني برتبة كبيرة، يقول لي وش رأيك في الأتراك اللي يقولون أنتم بدو؟ قلت والله بدو نتشرف أن بدو رعاة غنم، يوم يقولون أنتم رعاة غنم. الرسول رعى الغنم، خير خلق الله، أعظم خلق الله الرسول رعى الغنم. ويجب أنهم ما ينسون أن اللي حررهم يعني من الغرب ومن عبادة الأوثان ومن عبادة العباد إلى عبادة الله رعاة الغنم هو الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طلعوهم الأتراك وغير الأتراك، توصل يعني إلى الأندلس، انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ومن من العرب، من هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من العرب، من الجزيرة العربية. إذن حنا هن قرشي، حنا هن طول الله عمرك نفتخر ونعتز أن بدو، ونعتز أن عندنا شيمة. وحنا لما يتكلمون بعض الدول أو بعض الشعوب أو يهجون وكذا، نعم السعودية، شوف السعودية هي مضرب مثل في العالم اليوم، الأشهد. يدها بيضاء على كل دول العالم، سواء يحبون ولا يكرهونها، قريب ولا بعيد. الله أكبر. إذا جات الكوارث، سواء الزلازل، براكين، الحرائق، لا شيء، تحصلها أول من يفزع، أول من يسعى السعودية. ولا تنظر، ما تنظر كلام ومهاترات، من مبدأ القافلة تسير والكلاب تنبح. صحيح. والله سبحانه موفقهم، شوفوا ايش حن فيه ذا الحين، ويعطيهم على قد ما يعطون الله يعطيهم. اي شوف، على لهم مقيمين العدل والانصاف، ويسعون مع الفقراء والمساكين والمحتاجين، ما ينظرون لها انت مسلم ولا وانت، ينظرون لهم باب انسانيه قبل الاسلام، انسانيه، حاله انسانيه. وهذه هي الانسانيه، ما هي الانسانيه اللي يقولونها هم كذابين. الانسانيه هنا، هذه دوله الانسانيه وملوك الانسانيه، دستورها هاي قران والسنه. من هذا فاقول لك، راح الرجال جاء الشريف هذا وعجبته البنت هذه، بنت شيخ، هو شيخ ربعه، يوم راح يحج. صحيح. فكان لها قصر زي فرعون، له صرح، يشوف اللي يجي، يسمون عن اليمن، من الطائف الى صنعاء اسمهم اليمن. اليمن يعني جنوب. إيه. يمانية، اليمن شمال ويمن وشرق وغرب، اسمها اليمن. فلما شافها قال تبوهم، لفوها عندي في القصر، لفوها عندي. وجات عنده في القصر وقال خلاص أبغاك تنكحني إياها، يقول على سنة الله ورسوله، يقول ألبوها ولا بالسيف. دي حاكم لي قال أنا شيخ ربعي، وأنا جات تعذبني، ماذا يقولون ربعي؟ ربعي بيذبحوني. يقول رحت بنتك ولا صدرت بها؟ قال لا، متاعك إذا بالحج، نعطيك متاعك وتحج، لكن هي تقعد عندها. قال لا، إذا رجعت من الحج أشاورك. قال لي تقعد، أنا ما أقربها ولا شيء، زي كذا. رجع عنده قال لها ها انكحتني إياها، قال أعطني مهلة شهر، زي شهر كذا، وروح أبلغ ربعي وجه. حكيم. إي. ما صادم بالولاء. قال ما تقعد هنا هي. جاء مشى على القبائل، قالوا وش قالوا لك ربعك؟ ربعه بين القبائل. قال ما جيت.
اتفقوا ربعه، وجاء عند حكيم وهو باقي يشاور ربعه، قال اقول لك، قال نعم. ايش الشر؟ قالوا شو؟ قال انزل عند حكيم من في تهامه، حكيم في تهامه، فانه يشيلك بالشور الطيب اللي يفكك من هالازمه. اي نزل واعطاه فرنسي، ريال فرنسي، قال انص بن محسن المناع، والعثمان قال انص بن محسن اللي هو شيخنا، احنا شيخنا يعني شيخة من 700 سنة، انص في قرية الأزمة. هذا كله في فترة الشهر اللي قال بروح وجيه. ايه انه قال للبنت اذا منها خلص الشهر قولي عندي المانع، ويقعد 10 أيام. من جيت يا بنتي ولا في النهر الشريف اللي تزوجك؟ خلاص مكتوب ما في، خلاص مكتوب والشريف ما هو اي كلام، مو هاي شخص. والله فعلا مر على اخوال البنت، اخوالهم من عندنا، واخذهم وراح لبن محسن، وقال يا بن محسن، جاه يوم الاثنين قال انا لك ولا للذيب زي ما يقول الرب، قال اخس الذيب انا فلان، قال معروف كانوا الشيوخ يعرفون، شيوخ القبائل يعرفون بعض. قال كذا، قال بكره سوق الثلاثاء عبد الرايه. بكره ايش؟ سوق الثلاثاء. ايه سوق الثلاثاء ذي سوق الجمع، ما كان فيه فلوس، كان الناس مثلا يتبادلون السلع. اي انا اعطيك مثلا حب تعطيني سمن، انا اعطيك هيل تعطيني بن، مقايضه. احسنت. وكان فيه مرتبع زي هذا، يرتفع يطلع الواحد يبدي الرايه يا عباد الله. فبدا ابوها قال يا بني عمرو يا بني عمرو، ما يضرب عنه، يا بني عمرو يا بني عمرو انا كذا كذا. طلع بعده بن محسن وبن عثمان اللي هم الشيوخ بني عمرو ذي حق كل وقت. قال هذا سيفي حتى تقوم ناقص. قالوا ابشر، قال هبونا، قالوا قال اعطونا من كل فخذ كم رجال يعني كذا، استنصر فيهم. اي تحرك، يقال انه من 300 الى 500، وحركوا على لي. الله اكبر. ليل ونهار وليل ونهار، يوم جو وصلوا ال وصلوا الوادي، وادي ليه. ايه؟ معهم الفتيل، تعرف الفتيل؟ ما تعرف بندق الفتيل؟ بندق فتيل، ما هي الفتيل اللي فيها نار، فيها اللي يسمونها الليفه حقتها هذه، تولع سعفه. ايه؟ تقعد، هو خيط تلفه بها ويقعد والع 24 ساعه ما يطفى، لانه نفسه هذا شجر في تامه يسوى منه الحبل، هذا حبل يلف بها ويولعونه، ولا يقدحون في البارود، يحطون في البارود، البارود يحطونه يعني في. احسنت. والله يوم جاء طلع كان له احد الخدم حقان الشريف، طلع من على الصور له ويشوف الوادي، المجموعه يشوف الوادي، يقول كذا الوادي يسير مويه، ويشوف السفر، يشوف الفتيله هذه منوره في الليل، في الليل منوره، وسفرها في الماء 300 مثلا او 500، انه عدد معناته 300 فتيل حقيقه و300 صوره، لكنها في الماء عاكسه. عاكسه، فكره انهم 1000 رجل. الله اكبر. وقام فقال يا عم النجوم اليوم في الارض ما هي في السماء. الله المستعان. قال تخصم صك على وجهك، عقلك ما يجي الا اخر الليل انت، كيف عين النجوم في السماء؟ ولو علم طمروا على القصر. وصلوا دخلوا على القصر. الله اكبر. رجال فركب خيله، هو علق بلا ثقيف عشرد هذا، لحقوا الفرسان وجابوه حتى سوف رقبته، وجوا واخذوا ما في القصر وبنتهم من ذهب، واخذوا بنتهم، ها قالت باقي كل شيء على ما عليه، واعتقد يعني الروايه انه يقولون ذكوه، واخذوها وجابوها الرب، وتضيفوا في زهران وفي غامد وفي خذعم وفي بلقر، وتضيفوا في القبائل، وسارت يعني قصة وفاء، قصة وتكاتف، فصار يعني شاعر من قبيلة ثانية يفتخر بالونعم، ما هو زي اليوم اللي فيه في قبيلة، إذا في قبيلة يقول ونعم ما يذم عند الونعم، الكفر لا ذمه ولو كان عدوك، أعطى حق، أذكر الخير اللي فيه. نعم لا تجيب، لأنه يقول الكفر ما يذم الكفر، الكفر ما يذم.